السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في المحاضرات السابقة اتعرفنا على الـ DFA وتعرفنا على الـ NFA. في الـ DFA شفنا الـ Formal Definition بتاعها وشفنا أمثلة كتير علشان نصمم DFA وشفنا أمثلة كتير علشان يبقى قدامنا DFA ونفهم الـ DFA ديت بتمثل إيه، يعني إيه هي مجموعة الكلمات اللي الـ DFA ديت بتمثلهم. نفس الكلام بالنسبة للـ NFA، أول حاجة شفنا الـ Formal Definition للـ NFA وبعد كده شفنا مجموعة أمثلة كتير على تصميم الـ NFA وبعدين شفنا أمثلة على كيفية قراءة الـ NFA، فلما تجيلي برضو أي NFA فأقدر أفهم مجموعة الكلمات اللي الـ NFA ديت بتمثلهم. في المحاضرة النهاردة الموضوع الأساسي بتاعنا هو لو أنا عندي DFA ينفع أحولها لـ NFA ولا لأ؟ والعكس لو أنا عندي NFA ينفع احولها ل DFA ولا لا؟ الموضوع ببساطه لو انا عندي DFA هل اقدر بسهوله احولها من DFA ل NFA ولا لا؟ يعني هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ وبنفس الطريقه لو انا عندي NFA هل سهل ان انا احولها ل DFA؟ هل ده صح ولا غلط؟ فاحنا لما نيجي نبص على الموضوع ده ببساطة هنلاقي ان اي DFA لما تبص كده للمكونات بتاعتها للستراكشر بتاعها للخصائص هتلاقي ان DFA بتحقق كل الخصائص والشروط بتاعت الـ NFA. فاحنا ببساطة لو عندنا اي DFA فهي على طول NFA، لكن لما تبص للستراكشر والخصائص اللي موجودة في الـ NFA فهتلاقي ان مش اي NFA تصلح تبقى DFA. لما نراجع الخصائص بتاعت الـ DFA فالـ DFA الشرط الاساسي ان انا دلوقتي لو انا في ستيت حاليا اسمها ايه مثلا، فانا لما احصل على اي انبوت وليكن مثلا 0 فانا عارف بالظبط هروح لانهي ستيت، فما ينفعش الزيرو يوديني لكذا ستيت، فلازم يونيك ستيت اوصلها بناء على انبوت محدد. لكن في الـ NFA ده ما كانش شرط خالص، انا كنت بقول ان انا في الستيت A وممكن احصل على الانبوت 0 فاروح للستيت B واروح للستيت C. فاحنا هنا لما نيجي نراجع الخصائص بتاعت الـ DFA والـ NFA هلاقي ان الـ DFA ممكن على طول اعتبرها NFA، لكن الـ NFA فيها خصائص زياده مش موجوده في الـ DFA، زي مثلا ان انا ممكن انتقل من ستيت للثانيه ستيت دي مثلا من انا على ان انا احصل على الابسلون او اللي هو الامبت سترينج. والحاجه الثالثه اللي هي الديت كونفيجريشن ان انا ممكن اوصل لستيت وخلاص الستيت ديت ما عدتش اعرف اطلع منها خالص، فانت هنا بتوصل لحاجه اسمها الديت كونفيجريشن انك انت مش عارف انت هتعمل ايه. لكن في الدي اف اي المفروض انك انت لما تكون عند اي ستيت وتحصل على اي انبوت فانت المفروض انك انت تروح لستيت ثانيه، ولازم تحاول انك انت تخلي الدي اف اي بتاعتك كومبليت بحيث انك انت وانت في اي ستيت لما تحصل على اي انبوت من الانبوتس الممكنه تروح لستيت ثانيه. ارجع بقى للمحاضرات السابقه علشان تشوف بالتفصيل الفرق ما بين الدي اف اي والان اف اي. يبقى احنا دلوقتي حطينا اول قاعده ان اي دي اف اي هي ان اف اي على طول، فاحنا هنحط القاعده دي كده فوق ان every دي اف اي is an ان اف اي but not vice versa، يعني العكس غير صحيح. طيب لو احنا عايزين نثبت الكلام ده بالفورمال ديفينيشن بتاع الدي اف اي والان اف اي فاحنا بنقول ان الدي اف اي اصلا انت كنت الفورمال ديفينيشن بتاعك انت بتكتب خمس حاجات، اول حاجه الستيتس الممكنه، الانبوتس اللي موجوده، الانيشال ستيت، الفاينل ستيتس اللي موجودين، واخر حاجه اللي هي الترانزيشن فانكشن اللي هي الدلتا. فالترانزيشن فانكشن في الدي اف اي كنت بتقول ان هي عباره عن داله هتاخد الستيتس اللي موجوده عندك اللي هي الكيو في السيجما وهتوديهم للكيو. ولكن في حاله الان اف اي فاحنا كانت ترانزيشن فانكشن بتاعتنا اللي هي الدلتا كنا بنقول ان احنا بناخد الكيو في السيجما وبنوديهم ل 2 اس كيو.
فانت هنا كنت بتروح ل كيو ستيتس فقط، يعني الاختيارات اللي قدامك انك انت تختار اي ستيت من الكيو ستيتس اللي موجودين عندك. لكن في ال NFA انت كنت بتروح لاي حاله من الحالات اللي موجوده في 2 اس كيو، يعني ممكن بقى تروح لستيت واحده، تروح لاثنين، تروح لثلاثه، ما تروحش خالص، قدامك كل الاختيارات تروح لهم كلهم، فانت عندك هنا حالات اكتر. فاحنا لو بصينا ببساطه هنلاقي ان الكيو ديت اصلا، يعني الكيو ستيتس دولت اصلا انكلودد جوه الاثنين اس كيو، لكن الاثنين اس كيو ما هماش جوه الكيو. يعني تعال نعملها بمثال بسيط كده عشان نفهم الموضوع. لو انا عندي مثلا ستيتس اللي هما الاي والبي والسي، دول ثلاثة ستيتس مثلا، فالكيو فيها الاي والبي والسي فقط، لكن لما نيجي نشوف 2 اس كيو فيها ايه؟ ففيها اول حاجه الفاي، انك انت ما تروحش لاي ستيت، ممكن تروح للاي لوحدها او تروح للبي لوحدها او للسي لوحدها، او تروح للاي والبي، او تروح للاي والسي، او تروح للبي والسي، او تروح للاي والبي والسي. فهنا انت لو عندك ثلاث حالات ممكنه وتختار منهم اي حاله تروح لها فقط في حاله الدي اف اي، فانت في حاله الان اف اي عندك 8 حالات، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8، ممكن تروح لاي حاله منهم. ولو لاحظت هتلاقي انك انت الاي والبي والسي دول انكلودد هنا، فانت طبيعي انك انت اي دي اف اي هتبقى ان اف اي، لكن مش اي ان اف اي هتنفع تبقى دي اف اي. طبعا بقيه الفورمال ديفينيشن واحد في الاثنين، يعني لو جينا نبص للفورمال ديفينيشن بتاع الدي اف اي، احنا كنا اول حاجه بنعرف الستيتس اللي هي الكيو والانبوتس اللي هي السيجما، بعد كده بتعرف الانيشال ستيت، بعد كده الفاينل ستيتس اللي موجودين سواء هنا في الدي اف اي او سواء في الان اف اي، الاربعه دول واحد. لكن الاختلاف الوحيد في ترانزيشن تيبل او ترانزيشن فانكشن بتاعتك، ان في حاله الدي اف اي انت بتختار ستيت واحده فقط تروح لها من الستيتس اللي موجوده، لكن في حاله الان اف اي انت بتختار اي ستيت من الحالات الموجوده في 2 اس كيو اللي هي الباور سيت اوف الكيو. يبقى كده احنا حطينا النظريه الاولى بتاعتنا ان every دي اف اي از ان ان اف اي بات نوت فايس فيرسا. النظريه الثانيه اللي احنا هنحطها دلوقتي ان اي ان اف اي في دي اف اي مناظره لها، فهنقول ان there is an equivalent DFA for every NFA. يعني لو انا عندي اي NFA فانا عندي DFA بتكافئها، بتعمل شغلها بالظبط. تعالى ما ناخد مثال علشان نشوف الموضوع ده بيتطبق ازاي، ازاي احول اي NFA ل DFA. فاحنا موضوع المحاضرة بتاعنا النهاردة اللي هو ازاي لو انا عندي NFA احولها ل DFA. Conversion of NFA to DFA. هفترض ان انا عايز اصمم ماشين باستخدام ال NFA تستقبل كل الكلمات اللي بتبدا بزيرو. فلو قلنا كده ديزاين NFA that accepts any string over الزيرو والون that starts with zero. اي سترنج بتبدا بزيرو يقبلها. فلو احنا قلنا مثلا زيرو دي تمام، زيرو وان دي تمام، زيرو زيرو تمام، وهكذا اي سترنج تبدا بزيرو. لما نيجي نصممها ك ان اف اي فالموضوع سهل جدا، انا هبدا بستارتنج ستيت ولتكن ايه، لو استقبلت زيرو هروح للبي والبي ديت فاينل ستيت، ولو استقبلت في البي اي 0 اور 1 هفضل عند البي.
لو حبيت اكتب الترانزيشن تيبل بتاع ال NFA دي، فانا هقول ان انا عندي كده جدول، عندي تو انبوتس الزيرو والوان، دي المدخلات اللي عندي، وعندي تو ستيتس الاي والبي. فانا بقول ان انا لو انا عندي الاي واستقبلت زيرو، المفروض هروح للبي. طيب لو انا عندي الاي واستقبلت 1، فهنا مش معروف هروح فين، يبقى ديت هروح للفاي، والفاي بالنسبه لي ديت ديت كونفيجريشن زي ما شفنا قبل كده، يعني مش عارف انا هعمل ايه. بالنسبه للبي، لو انا عندي البي واستقبلت 0 هفضل عند البي، ولو انا عندي البي واستقبلت 1 هفضل عند البي برضو. فده كده اللي هو الترانزيشن تيبل بتاع ال NFA اللي قدامي. عشان احول من NFA ل DFA، فانا هاخد الترانزيشن تيبل ده احوله لترانزيشن تيبل خاص بال DFA، يعني الترانزيشن تيبل اللي قدامي ده بتاع ال NFA اصلا. فانا هعمل ترانزيشن تيبل تاني بس يبقى خاص بال DFA. لما نيجي نعمل الترانزيشن تيبل ده، فانا هقول له انا عندي تو انبوتس اللي هم الزيرو والوان، وعندي تو ستيتس اللي هم الاي والبي. هشوف هنا لو انا عندي الاي واستقبلت زيرو بروح للبي، فدي مفيش فيها مشكله، فانا هكتب هنا بي. لو انا عندي الاي واستقبلت 1 فانا بروح للفاي، والفاي بالنسبه لي هي ديد كونفيجريشن، فالديد كونفيجريشن في ال ان اف اي بتعادل ديد ستيت في الدي اف اي. انا عندي في الدي اف اي في ديد ستيت او تراب ستيت اللي هي ستيت هوصل عندها ومش هعرف ارجع منها لاي فاينل ستيت. فانا هقول ان انا لو انا عندي الاي واستقبلت 1 هروح لستيت جديده اسمها سي، وابقى عارف ان السي ديت بالنسبه لي ديد ستيت. بعد كده لو انا عندي البي واستقبلت 0 او استقبلت 1 فانا بروح للبي، فدي كده مفيش فيها مشكله بالنسبه لي، فهكتبها زي ما هي. هكتبها زي ما هي كده. هل كده الدي اف اي ديت كده كامله؟ خلي بالك انا عندي ستيت زياده اللي هي السي، فلازم احطها عشان تبقى كامله. فهقول له الستيت الثالثه اللي هي اللي هتبقى اسمها سي، المفروض ان ديت ديد ستيت، فسواء استقبلت 0 اور 1 هفضل عند السي. وكده انت خلصت تصميم اللي هو الديزاين تيبل بتاع الدي اف اي المناظر للترانزيشن تيبل بتاع ال ان اف اي. الترانزيشن تيبل بتاع الدي اف اي ده بقى اخده احوله ل الشكل اللي هو بتاع الدي اف اي. فاقول انا عندي 3 ستيتس اللي هم الاي، فاقول انا هبدا عند الستيت اي زي التاني بالظبط، وانا عندي الاي لو استقبلت 0 هروح للبي، فاقوم قايل له لو استقبلت 0 هروح للبي، والبي طبعا بالنسبه لي هي فاينل ستيت، احنا عارفين كده من المره اللي فاتت من ال ان اف اي. هي شكل الدايره دي وحش شويه فمظبطه شويه. لو استقبلت 1 هروح للسي، فهقول له هنا في ستيت ثانيه اسمها سي، لو انا عند الاي واستقبلت 1 هروح للسي. طيب وانا عند البي لو استقبلت 0 اور 1 هفضل عند البي، فهقول له في سهم كده من هنا لهنا، ولو استقبلت 0 اور 1 هفضل عند الايه؟ عند البي. واخر حاجه السي، لو استقبلت 0 اور 1 هفضل عند السي، فاقول له في سهم كده برده هنا، لو استقبلت 0 اور 1 هفضل عند السي. فكده يبقى دي كده الدي اف اي المناظره للان اف اي اللي فوق دي، علشان تعمل نفس الوظيفه ان هي تستقبل كل الكلمات اللي معرفه على المجموعه 0 و1 اللي بتبدا بصفر فقط. ناخد مثال تاني. فلو انا عايز اصمم NFA علشان تستقبل كل الكلمات اللي بتنتهي ب1، فلو انا كتبت كده ديزاين شويه، NFA for accepting any string over
01 that ends with 1. عايز اصمم ان اف ايه تستقبل كل الكلمات اللي بتنتهي بواحد. لما نيجي نصممها احنا ببساطه خالص هنبدا عند الانيشال ستيت ايه، وهقول طول ما انا بستقبل 0 اور 1 هفضل عند الاي، ولو استقبلت 1 برضو ممكن اروح للبي، بس ال1 ده يبقى اخر حاجه في السترنج. فلما استقبل 1 ممكن افضل عند الاي او ممكن اروح للبي، لكن لو رحت للبي خلاص فيبقى انا اخر رقم خالص هستقبله اللي هو 1. لما نيجي نعمل الترانزيشن تيبل بتاع ال NFA دي، فانا هقول كده ان انا عندي الانبوتس بتاعتي 0 اور 1 وانا عندي تو ستيتس اللي هما الاي والبي. فلما استقبل 0 وانا عندي الاي فهفضل عندي الاي، فانا هكتبها كده بلون مختلف علشان نوضح حاجة. خلي بالك أنا كتبت الـ A جوه قوس مجموعة علشان أنا ممكن أروح لأكتر من حاجة، بس أنا هنا عند الـ A لو استقبلت 0 هفضل عند الـ A فقط. طيب لو استقبلت 1 وأنا عند الـ A ممكن أفضل عند الـ A وممكن أروح للـ B، فأنا عند الواحد هروح لحاجة من اتنين، يا إما أفضل عند الـ A يا اما اروح للبي. فدولت الحالتين اللي انا ممكن اروح لهم لو استقبلت 1 وانا عند الاي. طيب لو انا عند البي واستقبلت 0 او استقبلت 1 فمفيش اي حاجه اعملها، فيبقى انا عند البي في هنا فاي وهنا فاي. طبعا ده الترانزيشن تيبل بتاع ال NFA. فانا عشان اعمل كونفرت من ال NFA دي لل DFA فانا المفروض اعمل الترانزيشن تيبل بتاع الدي اف اي. احنا ممكن نطلع كده شويه. لما ابدا اصمم الترانزيشن تيبل بتاع الدي اف اي فانا هقول ان انا عندي برضو الانبوتس بتاعتي 0 اور 1 وهبدا عند اول ستيت عندي اللي هي الاي. لو انا عند الاي لان الاي طبعا هي الانيشال ستيت اصلا فانا عشان كده ببدا بيها. لو انا عند الاي واستقبلت 0 فانا بروح للاي ودي ستيت واحده مفيش فيها اي مشكله، فانا هكتبها زي ما هي. يبقى انا لو انا استقبلت 0 وانا عند الاي هفضل عند الاي. طيب لو انا عند الاي واستقبلت 1 فانا ممكن اروح للاي او اروح للبي، فهنا الدي اف اي ما ينفعش تروح لكذا او كذا. الدي اف اي لازم تكون محدد، انا عند الستيت الفلانيه واستقبلت الانبوت الفلاني يبقى هروح ليونيك ستيت، يعني مفيش اي ستيت تانيه ينفع اروح لها، انا ما بروحش غير لدي بس. فهنا علشان نعمل حاجه زي كده فانا هستبدل الاثنين ستيتس اللي هما الاي والبي دولت بستيت جديده خالص، انا هسميها اي بي. الاي بي دي مجرد تسميه لكن مش معناها الاي والبي، يعني ستيت اسمها اي بي زي ستيت ام اكس اي حاجه، يعني الاي بي ديت سنجل ستيت. طيب الخطوه الثانيه، انت بدات عند الانيشال ستيت ايه رحت منها للاي او رحت للاي بي. طيب يبقى الخطوه الثانيه على طول اشوف الاي بي وانا عندها اروح فين. فيبقى احنا مش هنكتب البي على طول دلوقتي، احنا هنكتب الاي بي لان انت بدات عند الانيشال ستيت. الانبوتس اللي قدامك اهمت كلهم، شوف الستيتس اللي انت رحت لهم وخد اول ستيت جديده، ابدا انك انت شوف المفروض الانبوتس هتوديها ازاي. فاحنا عندنا الستيت الجديده بتاعتنا دلوقتي الاي بي، فانا هكتب هنا الاي بي. لو انا عند الستيت اللي اسمها اي بي عايز اشوف لو انا عند الاي بي واستقبلت 0 المفروض اروح فين. انا عند الاي بي واستقبلت 0 علشان اعرف لازم اروح للستيتس هنا في الجدول الاصلي اللي هما الاي والبي، لان الستيت اي بي بتعبر عن الاي والبي. فانا هشوف الستيتس اللي عندي اللي هي الاي والبي،
لما استقبل 0 بيحصل ايه؟ بستقبل الاثنين دول، فيبقى انا اجيب الاتحاد بتاع الاثنين دول، الاتحاد بتاع الاي والفاي، فطبعا المجموعه ايه؟ يونيون الفاي هتديني الاي، فيبقى انا لو انا عندي الاي بي واستقبلت 0 اقوم رايح ليه؟ الاي. وزي ما انا ما قلت تاني جبتها ازاي؟ ان انا جبت الاتحاد ما بين الاثنين دول، الستيت اللي اسمها اي بي جايه من الاي والبي، والانبوت 0 اللي هو ده، فانا هجيب الاتحاد بتاع كل دول. وكذلك الاي بي انا عايز اشوف، وانا عند الاي بي لما استقبل 1 اروح فين؟ فعلشان اعرف انا هروح فين برضو اشوف الاثنين ستيتس اللي عندي اللي هما الاي والبي، لما استقبل الانبوت 1 بيديني الاي والبي او بيديني الفاي، فيبقى انا برضو هجيب الايه؟ هجيب الاتحاد بتاع الاثنين دول من غير الواحد اللي فوق ده طبعا، فهجيب الاتحاد بين الاي والبي والفاي. واحنا قلنا ان احنا استبدلنا الاستيت اللي اسمها اي وبي بالاستيت اللي اسمها اي بي، فيبقى انا هنا الاتحاد بتاع الاثنين دول هو الاي بي. بعد كده اشوف انا دلوقتي ضفت ستيت جديده اللي هي اللي اسمها الاي بي، فالستيت اي بي لما حطيتها بروح منها للاي او بروح منها للاي بي، لكن ما بروحش للبي، فهنا البي مش مذكرتش خالص. انا المفروض ان انا هبدا اشوف اول ستيت جديده تظهر قدامي ابدا اشوف المفروض اروح منها لفين، فهنا ما فيش اي ستيت بي موجوده في الصف ده، يعني انا بدات عند الانيشال ستيت اي، الستيت الجديده اللي ظهرت هنا الاي بي، فقمت حاطط الاي بي وشفت المفروض اروح من الاي بي لاي، لكن دلوقتي البي مش محتاج ان انا اكتبها اصلا، لان البي هنا بتوديني الفاي، بس مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ان انا خلاص كده انا رحت من الاي اللي هنا ورحت من الاي بي لدول، فما فيش اي ستيتس جديده محتاج ان انا ايه؟ ان انا اكتبها. وتاني انا جبت الستيت هنا من الاول خالص، انا هنا عندي ستيت اي، الستيت اي لما استقبل 0 بروح لزيرو للاي، فانا حطيت هنا الاي، ولما استقبل 1 وانا عندي الاي بروح للاي والبي، فما ينفعش احط اتنين ستيتس، فقمت مستبدل الستيت اللي اسمها الاي والبي ديت، استبدلتهم الاثنين كده بستيت واحده اسمها اي بي، فالاي بي ديت ستيت واحده. اللي بعد كده ان انا بدات عند الاي، ممكن اروح منها للاي فديت خلاص ذكرت بالكامل، او اروح للاي بي فيبقى ديت ستيت جديده ظهرت، ابدا بقى اشوف الاي بي لو استقبلت 0 اور 1 هروح فين. فالاي بي جايه من الستيت الاي والبي، انا قلت ان انا هستبدل الاثنين دول بستيت اسمها اي بي. طيب الاي بي لما استقبل 0 هيحصل ايه؟ اقوم رايح عند الاثنين ستيتس اللي عندي اللي هما الاي والبي، عند العمود اللي فيه 0 اجيب الاتحاد بتاعهم، فاجيب اتحاد الاي مع الفاي، فاتحاد الاي مع الفاي يديني ايه، فقمت كاتب الاي هنا. كذلك نفس الحاجه الاي بي لو استقبلت 1 هروح فين؟ اقوم جايب الاثنين ستيتس اللي عندي اللي هما الاي والبي، لان الاي بي جايه منهم، واقوم شايف العمود بتاع الواحد فيه اي وبي وفاي، فهجيب الاتحاد بتاع الاثنين دول، فالاتحاد بتاعهم اللي هو الاي والبي، والستيتس اللي هي الاي والبي انا استبدلتهم بستيت واحده اسمها اي بي، فقمت كاتبها زي ما هي. يبقى انا كده خلصت الترانزيشن تيبل بتاع الدي اف اي اللي هو المناظر للترانزيشن تيبل بتاع الان اف اي. ابدا بقى اعمل دي على هيئه دي اف اي، فاقول انا عندي هنا التو ستيتس فقط الاي والاي بي، فاحطهم بالشكل كده، انا عندي الانيشال ستيت اللي اسمها اي، وعندي ستيت ثانيه اسمها اي بي، ودي طبعا فاينل ستيت. لو انا عند الاي واستقبلت 0 هفضل عند الاي، لو انا عند الاي واستقبلت 1 هروح للاي بي، لو انا عند الاي بي واستقبلت 0 هروح للاي، لو انا عند الاي بي واستقبلت 1 هروح للاي بي. وتبقى ديت الدي اف اي اللي بتمثل كل الكلمات اللي بتنتهي بواحد. ممكن بقى تجرب هوم ورك انك انت تاخد امثله كتير وتشوفها بتستقبل الكلمات اللي بتنتهي بواحد ولا لا. علشان المحاضره ما تبقاش طويله فاحنا هنكمل الامثله في الفيديو القادم ان شاء الله.